هاتلنا بقى بالتلاتة جنيه، هاتلنا الجون اهو، هاتلنا بالتلاتة جنيه بدل ما يبيع واحنا بنسجل كده. الحاج فيليب محمود بنرحب بيك في الاخبار، وبنقول لك النهارده طبعا اليوم العالمي للفينو. اليوم ده بيمثل لمحل بيبيع فينو المنتجات ديت ايه يعني كموسم؟ بيمثل ده موسم النهارده يعني بالنسبه لنا احنا، يعني ده فتره الشغل المدارس دي كلها فتره موسم، بس اليوم اولا عامه ده يوم معروف، يوم موسم بالنسبه لشغل الفينو. وبقدر الامكان بنقدر يعني على قد ما ادينا ربنا بنقدر نوفر. يعني الطرحه اللي انت بتطرحها في الفتره دي بتبقى زي اليوم العادي؟ لا طبعا، لا اليوم طبعا يختلف عن اي يوم تاني طبعا. يعني الحمد لله ربنا كرمنا النهارده الكهرباء ما اتقطعتش ولا حاجه، مش حاجه يعني عكنت علينا الحمد لله. يعني النهارده الكهرباء ما فيش ولا قطع، ربنا كرمنا ما اتقطعتش خالص. فلو قطعت كانت عملت معنا مشكله كبيره، بس الحمد لله ربنا. يعني النهارده المكنه اللي ورانا دي بتطلع كام رغيف فينو تقريبا؟ بتطلع في الترول اللي بتطلع لك 20 رغيف. في مواصفات للفينو معينه كده، في نوع فينو بلدي وفي نوع نهائي. طبعا الفينو بلدي اللي هو طبعا بيتخبز على الفرن العاديه، ده فينو عادي اللي هو الفينو البلدي بالسمك. ما طبعا ده فينو عادي بيشتغل مثلا جاهزه طبعا. انا شايف عندكم وجبات جاهزه للاطفال الصبح. الاطفال طبعا يعني وجبات للاطفال. بتعملوا وجبه بقى مكونه من ايه الوجبه؟ مكونه من ايه؟ مكونه من شيبس وباتيه او عصير وكيكه او باتيه بالشوكولاته، مغطى شوكولاته او محشي شوكولاته. برضو عندنا طبعا كروسون وباتيه وورز بالعجوه وورز بالسكر، كل ده موجود للاطفال. حاج بخيت كل سنه وانت طيب. وانت طيب.